بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الصف الحادي عشر الأعزاء، درسنا الثاني من الوحدة السادسة لهذا اليوم هو الهجرة السكانية. أهداف الدرس: طلبتنا الأعزاء، يتوقع منكم بعد نهاية هذا الدرس أن تكونوا قادرين على أولا التعرف على مفهوم الهجرة، ثانيا التعرف على أنواع الهجرة، ثالثا التعرف على اتجاهات الهجرة، رابعا التعرف على آثار الهجرة. عرف الهجرة. الهجرة هي انتقال الإنسان من مكان إلى آخر. طلابنا الأعزاء، ولنتعرف معا على أنواع الهجرة. أولا، هجرة حسب الفترة الزمنية وتقسم إلى ألف هجرة دائمة، ب هجرة مؤقتة. ثانيا، هجرة حسب المكان وتشمل هجرة داخلية، وهي التي تتم بين منطقة وأخرى داخل البلد الواحد. ثانيا، هجرة خارجية تتم عندما ينتقل الفرد إلى مكان آخر خارج حدود دولته. ثالثا، هجرة حسب الدافع أو الرغبة، وتشمل ألف الهجرة الطوعية، وهي هجرة السكان بإرادتهم، ب الهجرة القسرية، وهي إجبار الناس على الهجرة بسبب الحروب والاضطهاد السياسي والكوارث. طلبتنا الأعزاء، دعونا نتأمل الشكل الذي أمامكم ونلاحظ اتجاهات الهجرة العالمية، ونستنتج أن هناك مناطق يغلب عليها تيار الهجرة المغادرة، وأخرى تمثل تيار الهجرة المستقبلة. إذن اتجاهات الهجرة العالمية: أولا، هنالك مناطق مرسلة للهجرة، والقارات الأقل تطورا مثل آسيا، أفريقيا، الوطن العربي. ثانيا، مناطق مستقبلة للهجرة، حيث أن هذه المناطق أكثر تطورا مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ومناطق الخليج العربي. ولنستذكر الآن ما هي المناطق المستقبلة للهجرة. طلبتنا الأعزاء، ولنتعرف معا على الآثار الناجمة عن الهجرة. طلبتنا الأعزاء، كما تعلمون أن للهجرة آثار عديدة إيجابية وسلبية على الدول المرسلة والمستقبلة، ودعونا نعقد مقارنة بين الدول المستقبلة للهجرة والدول المرسلة للهجرة من حيث الآثار المترتبة على الهجرة.
أما بخصوص الاقتصاد والتطور فنلاحظ أن الدول المستقبلة للهجرة تزداد نسبة القوى العاملة، وهذا يؤدي إلى تنشيط اقتصادياتها وتعتبر دول متطورة على العكس من الدول المرسلة للهجرة التي تحرم من الكفاءات ويكون اقتصادها ضعيف وتعتبر دول غير متطورة. أما بخصوص التركيب النوعي فالدول المستقبلة للهجرة يزداد عدد الذكور فيها على عدد الإناث، أما الدول المرسلة للهجرة فإنه يزداد عدد الإناث على الذكور. وأخيرا المشاكل الاجتماعية بخصوص الدول المستقبلة للهجرة، فنلاحظ أنه ترتفع معدل الجريمة، أيضا هنالك ضغط على الخدمات الصحية والتعليمية، وفي الدول المرسلة للهجرة تقل معدلات الجريمة.